الدنيا وما فيها. الحكومة الفعلي هو الأستاذ الباجي قايد السبسي. لأنه توا سي يوسف الشاهني إذا كان هو الباجي رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس كل شيء. ورئيس البرلمان ورئيس كل شيء. مشكل الدنيا. أراد يا أخي عندك زهايمر يا ودي سنة فسر لك. رئيس الحكومة اسمه يوسف الشاهد. ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. رئيس الحكومة هو السيد الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان هو السيد الباجي قايد السبسي، ورئيس الجمهورية هو السيد الباجي قايد السبسي. نعطيك مثال اخر. سي يوسف الشاهد مفروض فيه ان يحترم قانون الاحزاب والدستور. جاوك في اجتماع مع الكتله النيابيه ومع كذا، قالوا سي يوسف نحب نحطوك انت رئيس الهيئه السياسيه نتاع ليبيا تونس. وهذا الرجل لم يرفض، وهذا الرجل يعرف انه هو باعتباره ليس عضوا في الهيئة السياسية لا يمكنه أن يكون رئيسا لها. كما تقول مثلا في بلدية أنت مش عضو في مجلس البلدي وجاءوا ناس قالوا أنت رئيس بلدية يا ودي مجيش قالوا ما فكيفاش هذا الرجل اللي مستعد يغرق الدستور وقانون الأحزاب وكل قوانين العالم باش يلبي رغبة الأستاذ البلدي ان هذا الرجل قادر أن يقاوم الفساد؟ ماكش مقتنع. شكرا لك. جوهرة FM.